إن شاء الله النهاردة هنبتدي المحاضرة رقم 9 في موضوع الـ Strut and Tie Model. بتاريخ 11/11/2015 كان في جزء بدأناه المحاضرة اللي فاتت كان بعنوان Typical B and D regions. هنا معنى typical ممكن يعني نقول standard، كأن عندي حالات ممكن تتكرر يعني، فأنا هدرسها وبعد كده لما أجي أحل مسألة إذا وجدت في المسألة ما يشابه الـ typical D and B regions فخلاص أنا already عملتها قبل كده فبرجع ليها، يعني مش لازم كل مرة أعيد وأرسم الاسترات وكده، لا أنا ممكن أرجع للـ typical أو الـ standard B and D regions وأخد منها الـ A ما يشابه الموجود في المسألة. طبعا احنا بدأنا المفروض بالـ B regions، لكن يمكن شرحنا الأسبوع أو المرة الماضية شرحنا فكرة التراس موديل. تراس إيه؟ تراس موديل. أخذنا بيم، جزء من بيم كان عليه مومنت، عليه مومنت بوزيتيف وكان عليه شير، وشفنا إزاي بنشيل المومنت ونحط مكانه قوة سي عند التوب كورد فوق وقوة تنشن عند البوتوم كورد، وبعدين ده بالنسبة للمومنت يعني قوتين، قوة سي وقوة تي وبينهم ذراع عزم. بعد كده أنا كنت بقدر أستبدل الشير، كنت بستبدله بدياجونال كومبريشن سميناه سي دياجونال، وبستبدله بايه؟ بقوه افقيه، وطبعا كان في زاويه الميل بسميها ثيتا. فانا عن طريق الفي كنت بالميل بتاع الزاويه تاني الزاويه اقدر اجيب ايه؟ الافقي، اقدر اجيب الافقي واقدر اجيب الميل، وبالتالي بقى كان عندي فيه قوه مايله، قوه مايله اللي هي السي دي. طبعا القوه الافقيه اللي هي V بتطلع V على تان ايه؟ على تان الزاوية ثيتا، كنا بنقسمها ايه؟ جزئين، جزء فوق تنشن وجزء تحت ايه؟ تنشن. فطبعا يبقى كده التنشن في الحديد اللي تحت زاد بسبب مين؟ بسبب الايه؟ الشير وكده. بعد كده القوة اللي هي الدياجونال كانت بتنزل بتقابل الطاي اللي تحت، وبعدين سواء بقى استخدمت كنات رأسية مثلا فبقى في طاي رأسي، بعدين بننزل دياجونال تاني كومبريشن، وبعدين طاي رأسي، وهكذا بنكون الايه؟ التراس. في الاخر بنوصل برضو للقوة في اللي هي موجودة فين؟ في الناحية التانية. كأن برضو يعني زي ما قلنا عندنا قوتين، قوة سي دي على اليمين بتدخل وتخرج برضو من الناحية التانية بقوة أخرى إيه؟ سي دي. بس طبعا المسافة طويلة فما كانش ينفع أوصل بينهم بخط يعني، فكان لازم أنزل وأطلع. فطبعا الدياجونال ده كومبريشن، ده عبارة عن كومبريشن ممبر، والرأس ده عبارة عن تنشن، وقلنا ده هنشيله بحديد رأسي اللي هو إيه؟ اللي هو الكنات، وقلنا إن كل طاي رأسي ليه مسافة ولتكن المسافة S. أنا بحسب الحديد وبيتحط فين؟ في السنتر اللي هو يمثله المسافة إيه؟ المسافة S. والشكل اللي قدامنا ده كنا بنقول عليه التراس موديل، لأنه بالظبط هو عبارة عن إيه؟ عن تراس. في بقى إيه؟ بالنسبة للبي ريجونز في ستاندرد بي ريجونز، يعني حالات كده إيه؟ مشهورة يعني. مثلا هنقول الحالة أو البي ريجون بي واحد
البي ريجون بي 2 بي 3 مثلا، دول موجودين في الكتاب اللي انتوا اخدتوه اللي هو الايابسا وركشوب. هتلاقي فيه كذا بي ريجون، وكل بي ريجون لها تفصيله لها تراس وكده. فانا طبعا هسيب الموضوع ده تبصوا عليه، لكن احنا طبعا هنركز شويه مع الايه، مع الدي ريجونز، لان ده هو يمكن اساس الموضوع بتاعنا. فاحنا دلوقتي هنتناول ما يعرف بالتيبيكال اور ستاندرد، حاجات كده ستاندرد يعني دي ريجونز، بحيث بعد كده لو قابلنا واحده منهم يبقى احنا بالظبط عندنا الايه، عندنا ايه الحل وكده يعني. ف ايه اللي بيحصل؟ انا بيبقى عندي اصلا مساله، زي عندي مثلا فريم مثلا، والفريم دوت هنجد مثلا، وبعدين بيبقى عندي مثلا في الجوينت، الجوينت حصل عندها ابربت تشينج في الايه، في الدايركشن. فطبعا بيبقى عندي في منطقه هنا عباره عن دي ريجون، عندي طبعا هنا في هنج، فطبعا في كان في كونسنتريتد رياكشن. بيبقى عندي برضو في دي ريجون موجوده تحت، ممكن يبقى في عندي في المساله في اوبننج مثلا، في فتحه، فيبقى في حوالين الفتحه في دي ريجون. انا بمسك اي مساله سي الفريم اللي قدامي، وبعدين اقدر احدد الاماكن اللي فيها دي ريجونز. بعد كده بعمل ايسوليشن، ببدا اخرج واحده منهم، سي هسمي ديت مثلا الدي واحد، هسميها الدي واحد، ودي مثلا الدي اتنين، دي ثلاثه، دي اربعه، دي خمسه. هتخيل ان المساله فيها خمسه دي ريجونز، فهبدا اخرجهم بره. فسي هاخد الدي ريجون اللي تحت اللي هي الدي واحد، فهلاقي عندي اريا متهشره، وطبعا في هنا كان في هنا حمل ايه، كان في هنا حمل مركز من تحت لفوق. وطبعا انا قاطع عند المستوى اكس اكس، فده مكان القطع. انا فصلت الجزء دوت بره، وطبعا الحمل ده مركز كانه لوكال مثلا، كانه لوكال بريشر يعني بريشر. هو طبعا حمل مركز، فازاي هنقول عليه بريشر؟ الواقع بيقول ان مستحيل ان يبقى في عندي في الواقع العملي حمل مركز، يعني حمل بيأثر على ايه، على بوينت. ده يعني شيء امبوسيبل، يعني ان انت تلاقي في الواقع الحمل تحتيه اريا بزيرو. لا، هو ايا حتى لو مهما كان الحمل صغير، لكن غالبا هيكون فيه ايه، هيكون في اريا، بس الاريا دي هتكون اريا ايه، اريا صغيره. فبالتالي كان في ستريس او في بريشر، بس بيأثر على ايه، جزء من المساحه، فبنقول عليه لوكال ايه، لوكال بريشر. لكن احنا مجازا بنقوم لان العرض صغير، فبنقوم نركزه كانه ايه، حمل ايه مركز. فطبعا انا سحبت الدي واحد ديت بره، عندي في لوكال بريشر او كونسنتريتد لود تحت، وانا قاطع عند المحور اكس اكس. فاكيد بعد شويه، اكيد بعد شويه البريشر دوت اللي بيأثر على عرض صغير هيبدا يحصل له انحراف، هيحصل ديسبرشن، هيتوزع يعني. يعني هو هيبدا بعد شويه يفتح المجال، وبعدين يبقى كانه عند اكس اكس بيأثر على كامل الايه، على كامل العرض. يعني الحمل اللي هو مركز بعد شويه هيوصل انه يبقى حمل ايه، كانه حمل ايه موزع يعني. فانا دلوقتي عندي مساله عباره عن دي ريجون، في ناحيه فيها حمل مركز والناحيه الثانيه فيها ايه، حمل موزع. طيب ما انا ممكن في مساله ثانيه برضه يبقى في جزء لما اخده بره يديني نفس الايه، نفس الشكل يعني. يعني مثلا لو انا عندي بيم مثلا، والبيم دهيت انا بعمل لها ستريس بري ستريسنج، يعني جبت كيبل مثلا وبعدين شديت الكيبل. فاحنا قلنا لو عندي بري ستريسنج يعني اجهاد سابق، يعني
لو عندي بري ستريسنج، فاحنا قلنا بنشيل او بنعوض عن البري ستريسنج بايه؟ بنعوض عنه اكسترنال ايه؟ اكسترنال فورس، بنعوض عنه باكسترنال فورس اللي هي القوه اف. فده بالظبط هو لوكال بريشر، لان طبعا برضه زي ما قلنا مستحيل يبقى في قوه على اريا بتساوي زيرو، والا يبقى لو انا جيت اجيب الاستريس واقسم الفورس على الاريا، لو الاريا بتساوي زيرو فيطلع النتيجه بايه؟ بما لا نهايه. فمش هيحصل يعني. ليه؟ لان الاريا مش تبقى بزيرو كده، لكن هي اريا صغيره وكده. هي نفس القصه، انا عندي هنا لوكال بريشر وعندي الكاميرا ماشيه مستمره، فاكيد بعد شويه اللي هي الشويه دول بيمثلوا الايه؟ الدي ريجون. لو ده ارتفاع القطاع الاتش، فبعد مسافه اتش هلاقي الحمل المركز هيتحول لحمل ايه؟ خلاص الديستربنس هيحصل له ايه؟ هيتلاشى وتبقى الامور منتظمه. فانا في الحاله ديت لو انا قلت بقى هاخد الجزء دوت وافصله بره عن المساله، فهو بالظبط هتلاقيني رجعت لنفس الايه؟ رجعت لنفس المساله اللي انا كانت جزء من فريم وكده، بقى عندي دي ريجون، والدي ريجون عليها في ناحيه حمل مركز وفي الناحيه الثانيه حمل موزع، والحمل الموزع ده يونيفورم. طيب ما هي نفس المساله اللي فاتت، ايه اللي يخليني بقى كل مره اعيد الحل اعيد الحل؟ طب ما انا اخد المساله دي واحلها مره واحده واحطها في مكان واقول والله انا هسمي دهيت ايه؟ الدي واحد، يعني هتبقى المسمى بتاعها عندي الدي واحد. يبقى انا ممكن اقابل الدي واحد ديت في اماكن كتيره، لكن عندي الحل بتاعها اتعمل مره، فخلاص مش كل مره هقعد ايه اعيده كده. بعد شويه يبقى في دي 2 ودي 3 ودي 4، يعني حالات تيبيكال او ستاندرد انا هقدر ايه فيما بعد ايه ارجع لها، يعني مش لازم كل مره اعيد الحل من الاول وكده. فتعال بقى ايه نبتدي ما يعرف بالتيبيكال او الستاندرد دي ريجونز. طبعا احنا هنسميهم على اساس يبقى عندنا يعني معروف مين واحد ومين اثنين ومين ثلاثة. فاحنا هنبتدي بالايه؟ بالدي واحد. دي واحد ريجون، هنا واحد تعني مش واحد في الترقيم قد ما هي بتمثل نوع بعينه، يعني ما اقول دي واحد يبقى على طول في ذهني حاله معينه، يعني ما ينفعش اقول ايه الخبط الارقام بعد كده، لا كل رقم هيرمز لمساله ايه بعينها وكده. فطبعا اول مساله اللي احنا يعني اتكلمنا عنها من شويه ان هيبقى عندي دي ريجون عباره عن جزء او اريا، وعندي هنا لوكال بريشر حمل بيأثر في اريا او بريشر على اريا صغيره، فانا مجازا عملته كانه حمل مركز. وبعد شويه هلاقي ايه السبورت عندي هنا بيديني ستريس او بريشر ايه؟ بريشر يونيفورم. هي دي المساله الايه؟ المساله الاولانيه او ده ما يعرف بالدي واحد. فاحنا عندنا هنا قوه اف وعندنا حمل موزع دبليو، بس طبعا انا اكيد عارف ان الاف في الاخر خالص لو انا افترضت ان العرض ال والارتفاع اتش، وطبعا ممكن ابتدي مساله بسيطه ان انا اقول ان ايه في المساله ديت هفترض ان ال بتساوي الايه؟ ال بتساوي الاتش، يعني طبعا ممكن ال تبقى اكبر او تبقى اصغر على حسب ظروف المساله، لكن احنا هناخد مساله هنبتدي بمساله الارتفاع او الهايت قد الويتس بتاع الايه بتاع المساله. فطبعا اكيد القوه اف من السمشن الفورسز في اتجاه الواي هتطلع هي نفسها بتساوي الدبليو في مين؟ الدبليو في ال وكده. فتعالى بقى ايه نشوف، احنا طبعا يمكن رسمنا المساله دي قبل كده، لكن احنا هنعيدها بسرعه على اساس ان دي بالنسبه لنا بتمثل ما يعرف بالدي واحد. طبعا فوق بيبقى فيه حاجه اسمها بيرنج بليت. الفكره ايه من البيرنج بليت؟ ان انا لو عندي حمل مركز وانا سميته اف، فالحمل المركز ده هيعمل ستريسز عاليه جدا عاليه في المكان اللي فيه ايه القوه. فانا محتاج احط هنا سي مثلا ستيل ايه
ستيل بليت، ستيل بليت عشان الستيل بليت هو اللي يقابل مين؟ هو اللي يقابل القوة العالية، فيبقى فيه تركيز يعني يتحمل الإجهادات الايه الكبيرة، وبعدين البليت نفسه يبدأ يوزع البريشر على مين؟ على الخرسانة وكده يعني. لكن طبعا احنا عندنا تحت الأحمال هتبقى ايه يونيفورم، فانا هقسم الجزء اللي تحت ده لنصين، وطبعا كل نص هنركزه، لان احنا قلنا هي نودل ايه ميثود، فلازم الاحمال الموزعه تتحول لاحمال ايه مركزه عشان ااثر بيها فين عند النودز وكده. فطبعا هيبقى عندي هنا مثلا سي اف على 2، وعندي هنا ايه اف على ايه اف على 2 وكده. الاف نفسها بتساوي ايه دبليو في الايه في ال، هضرب انا الحمل اللي هو دبليو كيلو نيوتن على المتر ده، هضربه في الطول وبعدين اقسمه يجيب يديني اف، اقسم الاف على 2 على جزئين تبقى اف على 2 وايه واف على ايه 2. طبعا انا عندي المسافه دهيت اللي هي الاتش، وعندي البعد اللي تحت دوت اللي هو ايه اللي هو التوتال ده ال. طيب انا كده المسافه دي تبقى كام؟ يعني انا عندي البعد كله ال، بعدين قسمته نصين وكل نص ركزت فيه القوة بتاعته، فالقوة جت في نص النص، فيبقى كل بعد من دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن إلا على 4، اللي هي نفسها مين بقى هنا؟ اللي هي نفسها تبقى اتش على كام؟ على 4، على أساس إن الاتش قد الايه؟ قد ال. طبعًا أنا عندي فوق هنا هفترض إن عرض البليت دوت يساوي ايه؟ العرض بتاع البليت يساوي ايه؟ أي قيمة هنفترضها ايه؟ طبعا في بعد تاني في اتجاه العمودي على الصفحه اللي هو مين بقى اللي هو البي اللي هو العرض بتاع الايه البي وكده يعني. طيب القوه اف لازم رخرة تتقسم لايه؟ لازم تتقسم لاثنين عشان في مخرجين، يبقى لازم يكون في ايه مدخلين. فطبعا هقوم الاول قاسم البيرنج بليت اسمه كام؟ اسمه ايه على 2 واسمه ايه على 2، وبعدين اجي اللوكال بريشر اركزه في كل نص، اركز اللوكال بريشر في كل نص، فيبقى عندي هنا اف على 2 وعندي هنا اف على 2، ويبقى المسافه بقى ايه؟ تبقى ايه على كام؟ تبقى ايه على ايه؟ ايه على ايه على 4. يبقى انا دلوقتي عندي قوتين فوق وقوتين تحت، وعاوز ارسم الاستراد اند تايم موديل، يعني اشوف المسار بتاع القوتين هيمشي ازاي داخل الجسم لغايه ما يخرج من الجزء السفلي. خلاص انا دلوقتي بقى اصبح عندي حولت القوة كلها، طبعا ده السنتر لاين، وهنا في نص المسافة في اف على 2، وهنا في نص المسافة في اف على 2، وطبعا هنا برضو فوق في قوتين اف على 2 واف على 2، واصبحت المسافات بالنسبة لي ايه معلومة وكده. طبعا الموديل ده انا شفته قبل كده، انا طبعا هنزل شوية رأسي وبعدين هيحصل انحراف وبعدين انزل تاني ايه راسي. احنا قلنا قبل كده لو عندي قوه كومبريشن فوق وقوه كومبريشن تحت، فهنبدا نرجع بقى للتفاصيل، ان احنا المساله دلوقتي بقت جزئين، عندي قوه على الشمال هتدخل وتخرج وقوه على اليمين هتدخل وتخرج، فهي في النهايه من السيمتري بقى عندي قوه واحده هتدخل وايه وتخرج. وانا قلت قبل كده لو عندي قوه ضغط هتدخل وتخرج، فانا عندي كام اختيار؟ عندي اختيارين، ان دي تمشي شويه ودي تمشي شويه، وبعدين اوصل بينهم بايه؟ اوصل بينهم بسترات، اوصل بينهم بسترات. وقلنا الحل ده هو الحل الايه المقبول. كان في حل تاني ان انا اوصل بينهم بايه؟ اوصل بينهم بطاي، لكن الحل ده ايه مش مناسب. فطبعا اسهل ان انا اوصل بايه بسترات وكده. نفس الكلام هيتكرر ايه الناحيه الثانيه، هيبقى في عندي سترات بيوصل دياجونال سترات بيوصل ما بين اثنين ايه راس وكده. طبعا هيبقى عندي فيه هنا نود ايه وعندي نود بي، مفيش اكوليبريم عند ايه ولا عند البي. لو انا رحت للايه الاقي فيه قوه راسيه وفي قوه مايله، وديت ايه النود رقم ايه. طيب هنا لازم قوه افقيه عشان يحصل اتزان، فانا عندي عندي حلين، ان انا اعمل القوه الافقيه كده، ده الحل الاولاني، ده الحل الاولاني. الحل الثاني ان انا اعمل القوه الافقيه ايه ناحيه رايحه الناحيه الاخرى،
يعني اختيارين هنشوف. نفس الكلام بيبقى في الناحية اليمين عند A و B. فلو انا برضو جيت رسمت الجوينت A عندي كومبريشن رأسي وكومبريشن مايل، فسيان لو ده الاختيار رقم واحد، فطبعا احنا هنمشي الاختيار رقم واحد. ليه؟ ليه هنمشي الاختيار رقم واحد؟ لان طبعا في خرسانة ما بين الA والA، والخرسانة ديت مضغوطة من الناحيتين، وفي ميزة كمان انك لما تحط قوة كومبريشن راحة ناحية الشمال وقوة كومبريشن راحة ناحية اليمين، فالاتنين هيتزنوا مع بعض، الاتنين هيتزنوا مع بعض. لكن لو انا اخدت الاختيار رقم اتنين، اخدت الاختيار رقم اتنين، طيب القوة اللي انا معلم عليها ديت مش هتلاقي ايه؟ مش هتلاقي حاجة ايه تتزن معاها، هتتزن مع مين؟ فطبعا الحل اللي فوق حل افضل، ان اوريدي عندي فوليوم من الخرسانة محصور ما بين الايه والايه، والفوليوم ده ايه بيصد في بعضيه، فطبعا ده مناسب. طبعا لو نزلنا عند بي نفس القصة، هلاقي المناسب عند بي ان يبقى فيه ايه؟ ان يبقى فيه تنشن. طبعا كان ممكن برضو واحد يقول طيب ما انا ممكن اعمل العكس، اعمل قوة فين؟ اعمل القوة في الجزء اللي هو على شمال البي، لكن طبعا ده زي ما قلنا اولا مش هتلاقي حاجة تتزن معاها، ثانيا الخرسانة هنا مش هينفع ان هي ايه تتحمل وكده، يعني هيبقى عليها كومبريشن وبعدين هي مش هتلحق تصد وكده، فيبقى احسن ان انا اعمل تاي ما بين البي والبي. هنعمل تاي بيوصل ما بين نقطة بي ونقطة اي بي كده. ده الاسترات ان تاي موديل، ده الاسترات ان تاي موديل بتاع مين بقى؟ الاسترات ان تاي موديل ده بتاع الدي 1، دي 1 اللي هي اول ستاندرد دي ريجون، او الدي ريجون رقم ايه؟ رقم واحد. طبعا الشكل ده احنا المفروض هنكمل معاه دلوقتي على اساس انه يبقى عارفين كل الحل وكده، لكن هو ده الاسترات ان تاي، واضح ان هو موديل بسيط وفي عدد قليل من التايز، يعني في 1 تاي والتاي ده ماشي مع الحديد وكده. فاحنا بنقول ان الاوبتيمم سوليوشن او افضل حل هو اللي بيبقى فيه ايه عدد التايز قليل والاطوال بتاعتها ايه صغيره، عشان ايه تبذل اقل ايه اقل مجهود وكده يعني. طيب تعالى نشوف بقى هنجيب القوه دي ازاي والحديد بتاعها وكده يعني. ده الموديل عندي قوتين نزلوا بدياجونال كومبريشن، وبعدين عندي قوه تي ده اللي هو الاف على 2، وطبعا هنا الاف على 2. طبعا عندي هنا قوه تي واصله ما بين البي والبي، وعندي هنا قوه فوق اللي هي واصله ما بين الاي والاي اللي هي قوه ايه؟ قوه سي. طبعا انت لو خط قطع كده، لو خدت سيكشن راسي كده، لو خدت سيكشن اكس اكس راسي وعملت اتزان هيطلع ايه؟ هتلاقي قطعت انا الاستراتا ان تايم موديل نصين. بعد كده لو عملت ايكوليبريم انا قطع في كم منبر؟ لما اقطع الاستراتا ان تايم ده 2 قطع في كم منبر؟ في 2، والاثنين ايه؟ افقي، فاعمل بينهم اتزان. لو عملت سمشن للفورس في اتجاه اكس بيساوي صفر، فلاقي القوة سي تطلع تساوي مين؟ تطلع تساوي القوة تي. فلو انا عرفت التي اقدر اجيب السي، ولو عرفت السي اقدر اجيب الاي تي. طيب تعالى نجيب القوة تي عشان نحسب الحديد. القوة تي داخل مثلث، انا هرسم المثلث. انا عندي النود اي فوق وعندي النود بي تحت، وبعدين عندي ايه مثلث بيربط ما بينهم، وبالتالي في زاوية اللي هي زاوية ميل الدياجونال، لو احنا سمينا الدياجونال ده سميناه سي واحد، وهنسمي الافقي ده هنسميه ايه؟ القوة ايه؟ يمثل القوة تي. طيب الراسي ده هيمثل مين؟ لو الافقي ده هو التنشن، انا عندي مثلث اللي هو المثلث دوت، اللي هو المثلث اللي واصل ما بين الاي والبي، وبعدين عملت ضلعين، ضلع راسي وضلع افقي. الضلع الرأسي ده مين؟ بيمثل مين في القوة؟ يمثل مين؟ اف على 2، ده بيمثل الاف على الايه؟ على الاثنين. ويبقى انا اقدر هنا، انا عارف الاف على 2، يعني الاف على 2 بالنسبة لي ايه؟ بالنسبة لي معلوم. طيب انا دلوقتي عشان اجيب القوة تي والقوة سي واحد محتاج ايه؟ محتاج الزاوية مش كده؟ او محتاج البعد الافقي والبعد الايه؟ محتاج البعد الافقي والبعد الايه؟ الرأسي وكده. طيب نجيب البعد الافقي والراس ازاي؟
لو انا حبيت اجيب البعد الافقي، البعد الافقي في المثلث هيساوي ايه؟ يساوي كام؟ طيب دي كام اصلا المسافه ديت؟ دي تساوي كام؟ اتش على 4 صح؟ على اساس ان الاتش بتساوي ال، ودي برضو تساوي كام؟ برضو اتش على 4 صح؟ لكن هل انا واصل، هل انا واصل لغايه الخط بتاع السنتر لاين ولا انا اخري عند الايه؟ في المثلث اخري عند الايه صح؟ لكن ده السنتر لاين، ده الايه؟ ده السنتر لاين. يبقى في هنا قبل السنتر لاين في ايه؟ في مسافه صح؟ يبقى انا لو بحسب من بي، من بي لغايه السنتر لاين، هو طبعا اتش على 4 ديت بتاعت الدياجرام من الايدج لغايه القوه. لكن انا هنا مش واصل للسنتر لاين. طب المسافه الصغيره اللي هي من السنتر لاين لغايه الاي تساوي كام؟ ايه على 4 ولا ايه على 2؟ ايه على 4، يبقى ديت ايه على 4. والمسافه من البي للسنتر لاين تساوي كام؟ المسافة من البي للسنتر لاين تساوي كام؟ تساوي اتش على 4 صح؟ اتش على 4. طيب هل انا عاوز بقى من البي للسنتر لاين ولا المسافة الأفقية اللي هي ما بين البي والايه؟ ما بين البي والايه؟ تطلع كام المسافة الأفقية؟ تطلع كام المسافة الأفقية؟ تطلع كام المسافة ديت؟ تطلع كام؟ يبقى اتش على 4 ناقص الايه على 4. ده المسافة الأفقية، باقي لي مين؟ باقي لي المسافة الإيه؟ باقي لي المسافة الإيه الرأسية. فهم قالوا المسافة الرأسية تقريباً هتساوي الإيه؟ هتساوي الإتش على 2. المسافة الرأسية تقريباً هتساوي الإتش على 2. والمسافة الرأسية بتاعت من عند التوب لغاية النود إيه بتساوي إيه على 4. بتساوي إيه على 4. طبعاً هنا عاوزين بس نفرق ان ديت الايه ديت رمز للجوينت، فانما في مسافه اسمها ايه؟ اسمها ايه. طيب نرسم يمكن بشكل اوضح شويه. ده الجوينت هنسميها هنا بقى واحد، وهننزل للجوينت 2. عندي هنا مثلث، البعد الراسي في المثلث تقريبا اتش على 2، والبعد الافقي في المثلث هيبقى ايه؟ اتش على 4 ماينس ايه على كام؟ على 4. وانا عندي المثلث فيه 3 قوى، في قوه مايله اسمها سي 1، وفي قوه افقيه اسمها تي، وفي قوه راسيه اللي هي مين؟ اللي هي الاف على ايه؟ اللي هي الاف على 2، اللي هي اللود او الايه؟ او الرياكشن. طيب لو انا بقى عاوز اجيب الفورس تي، لو عاوز اجيب الفورس تي، طبعا انا عندي تان الزاويه ثيتا، لو انا سميت الزاويه دي ثيتا يبقى التان بيساوي كام؟ لو عاوز اجيب التان هيبقى الراسي اللي هو اتش على كام؟ اتش على 2، على الافقي اللي هو كام؟ هيبقى اتش على 4، مطروح منه كام؟ الايه على 4. طيب التان ده اصلا يساوي ايه؟ التان كده كابعاد. طب كقوة لو انا عاوز اساوي التان ده كقوة، هي بس اللي يساوي على اليمين شوية، هيبقى فوق الاف على 2، وفي المقام يبقى مين؟ يبقى المقام فيه ايه؟ التي. فانا دلوقتي بقى عندي جزئين اللي هو الاف على 2 على التي، وعندي هنا البعد الرأسي على البعد ايه؟ الافقي. فهل دلوقتي اقدر بقى من المعادلة ده هي اجيب مين؟ اجيب الايه؟ التي بقى. طبعا انا هشتري الاثنين مع الايه؟ مع الاثنين، هشتري الاثنين هتروح مع الاثنين، وطبعا انا ممكن اخد هنا مشترك اللي هو ايه؟ اللي هو اتش على 4، ممكن اخد مشترك اللي هو اتش على كام؟ اتش على 4. فلو انا خدت مشترك اللي هو اتش على 4 يتبقى ايه في القوس؟ واحد ناقص الايه على اتش، يبقى ده القوس. طيب والاتش ترجع تروح مع مين؟ تروح مع الاتش اللي ايه؟ مع الاتش اللي فوق. فطبعا العمليه بقت بسيطه، فانا اقدر اجيب الفورس تي هتساوي الاف على 4 في 1 ماينس الايه على مين؟ ماينس الايه على الاتش، 1 ناقص الايه على الاتش.
انا كده جبت الايه، جبت التي الفورس تي بتساوي القوه اف مقسومه على 4 في 1 ناقص الايه على الايه على الاتش. طبعا انا عندي هنا ده الموديل، ده الموديل، وكان في هنا القوه تي، وانا حسبت دلوقتي الايه القوه ايه، حسبت القوه تي، حسبت القوه تي، وانا قلت القوه تي مكانها فين تقريبا لو ديت ايه على 4 وايه ده عرض البيرنج بليت وده هيت ايه اتش على 2 تقريبا، حيث انا فارض البعد الافقي ال وفارض البعد الراسي اتش، وفارض في المساله ان الاتش بتساوي مين، بتساوي ايه ال ال. فانا كده حسبت القوه تي. طيب لو انا عاوز اجيب بقى الحديد، اجيب الحديد ازاي؟ هقول ان القوه تي بتساوي الاي اس مضروبه في الاف يلد مقسوم على مين، على جاما اس. فانا في الحاله دي اقدر احسب مين، اقدر احسب الاي اس. طيب الاي اس ده هيتحط فين، هل على فيس واحد ولا على التو فيسز؟ يعني انا عاوز ارص الحديد. طبعا الحديد واضح في المساله ان هو هيبقى قريب من النص، يعني ما هوش فوق ولا هو تحت، لان الطاي اصلا فين، الطاي تقريبا يعني قريب من نص الايه، قريب من نص الكاميرا، ده الطاي. فطبعا انا واضح عشان ارص الحديد ان انا هحط ممكن نغير اللون مثلا، لو انا هحط هنا ده الحديد، طبعا الحديد هيبقى متوسطا مركزه فين، مركز الحديد فين، اللي هو الطاي، يعني يبقى نص الحديد فوق نص الحديد تحت وكده. طبعا انا المفروض اعمل انكورج، يعني اربط النهايه بتاعت الايه للسياخ. فطبعا الجزء المتبقي من الخرسانه في المكان اللي فيه النود اللي هي عند الايدج صغير، فانا مش هقدر ايه امد السيخ مسافه رباط كافيه. فانا اعمل ايه بقى، فانا هرسم السيخ كده، احط في النهايه بتاعته دوت كده، بحيث يبقى ايه ده معناه ايه، ان انا هنا لازم استخدم ايه بقى، كلوزد ايه، كلوزد ستيربس. ففي الحاله دي انا مفروض عليا استخدم كلوزد ايه ستيربس، كانت مقفوله وكده يعني. طبعا انا في حلول كتيره، يعني ممكن اجي اخد حل بالشكل ده، كان مقفوله، وطبعا انا اجي اعمل هنا ايه تداخل طبعا او 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 رباط يعني، والرباط ده بيبقى بقى ايه، تنشن سبلايس ولا كومبريشن سبلايس. لو انا عاوز بقى ايه اربط في المكان ده، فده بيبقى تنشن سبلايس. لكن الحل ده عيبه ايه، عيبه انك هتحتاج سيخ ايه طويل جدا. لو انت فردت السيخ ده عشان ترجعه او تعمل منه كانه، فمحتاج ايه، محتاج مقاسات طويله، فده عمليا ممكن يبقى صعب وكده. فاحنا يعني يمكن قلنا الحل الابسط ان انا ممكن اعمل اتنين ايه يو بارز مقابلين بعض كده، يعني يو ويو والاتنين يقابلوا بعض، وده سهل التنفيذ لان انا ممكن اعمل اليو بار وتدخل من الجنب والتانية تقابلها. بس طبعا هنا التداخل دوت لازم بيكون برضو تنشن ايه، تنشن سبلايس، يعني سبلايس في الايه في التنشن مش في الكمبريشن كده. فالحل ده ممكن يكون حل ايه، حل بسيط شوية وكده من الحل اللي هو اللي فوق. طبعا طب انا حدودي ايه بقى، حدودي بالنسبه للكنات وكده، يعني بالنسبه للتسليح الشكل اللي قدامي، لو انا بصيت في الشكل يعني هلاقي الكان عبارة عن خط وفي نهايته ايه، وفي نهايته دايرة كده. ده معناه ايه، معناه ان هو بيلف، معناه ان هو الدايرة دي معناها ان هو بيلف في الاتجاه الايه العمودي على الايه على السبورة. طبعا انا عندي الكاميرا بيكون لها ايه، بيكون لها عرض اللي هو مين، اللي هو البي، مظبوط كده. فلو انا رسمت الكاميرا، لو انا رسمت الكاميرا وقمت واخد فيها سيكشن اكس اكس مثلا، فالسيكشن دوت هيطلع عباره عن ايه، مستطيل. المستطيل ده عرضه اللي هو البي 30 سنتي 40 سنتي على حسب، والبعد الثاني ده اللي هو مين، اللي هو ال اللي احنا واخدينه بيساوي مين، بيساوي الايه الاتش. فانا في البلان هشوف الحديد
اللي انا رسمته من شويه ازاي؟ هشوف الحديد عباره عن كان، وبالتالي احنا يعني كنا قلنا ان هي عباره عن كلوزد ايه؟ كلوزد ستيرب، فدي عباره عن ايه؟ عباره عن كان. انا عاوز حديد بالشكل دوت، يبقى عباره عن كان لها فرعين، فرع قريب من الايدج اللي هو المفروض مش باين، وفرع باين وكده طبعا. لكن انا لما برسم في الاليفيجن ما بيبانليش الخطين بيبقوا ايه؟ بيبقوا جايين على بعض، صح؟ اللي هو الخط الطويل والخط الطويل جايين على بعض. طب والخط الصغير والخط الصغير هيبانهم ايه؟ الخط الصغير والخط الصغير هيبانهم ايه؟ هيبان نقطه، فالنقطه معناها انديكيشن لايه؟ لان السيخ ده بيلف في الاتجاه الايه؟ في الاتجاه العمودي. ولو انت عكست الرؤيه هيبان كده برضو، يعني لو بصيت في السايد فيو هتشوف خط بس قصير ونقطتين برضو، ده معناه ان ديت بتلف في الاربع ايه؟ على الفور ايدجز بتاعت الايه؟ بتاعت الفيو وكده يعني. الجزئيه بقى بعد كده، احنا قلنا الحديد دوت بيتحط بيبقى متوسطا مع الايه؟ مع الطاي، متوسطا مع الطاي. يعني انا لو رسمت الطاي كده كانديكيشن يعني هيبقى الطاي اللي هو ايه؟ في السنتر، يعني موجود في السنتر، والحديد زي مثلا جزئين فوق وجزئين تحت وكده، ده الطاي. طيب واحد يسال يعني ممكن الحديد تبقى كميته كبيره وكده والعمليه تفتح فاخد حيز ايه؟ لا انا مش عاوز اوسع الحيز. ليه؟ لان الطاي ده موجود في مكان، فما ينفعش مثلا احط حديد من فوق خالص لغايه تحت خالص، لان الفورس متركزه في ايه؟ متركزه في مكان، فانا عاوز برضو اركز الحديد. طيب انا لو ركزت الحديد في مكان، طيب ما هو طب ما بقيت الكاميرا فيها حديد، فيها اصلا شبكه من الحديد فوق وشبكه من الحديد تحت، والشبكه ديت اللي احنا بنقول عليها ايه؟ سكين رينفورسمنت، اللي هو السكين يعني قشره، اللي هو الحديد اللي موجود فين؟ على الفيس او على السطح وكده. يعني انا باي حال من الاحوال هحط شبكه على الوجه اللي قدامي وشبكه على الوجه الايه؟ على الوجه الاخر. يعني الحديد دوت دايما بيتكتب كده، يعني اتش فيس، يعني افق كذا راس كذا، وفي الاخر بزود كده جمله او جزئيه اتش فيس. يعني الحديد ده مش على فيس واحد، مش محطوط في السنتر، لا ده محطوط على الفيس اللي قدامي والفيس الخلفي، فبيبقى الحديد ده. فانا احسب الفورس ازاي؟ طب ما هو يبقى كل ضلع من دول فيه كام سيخ اصلا، وانت بتحسب القوه، انت بتحسب القوه. يبقى لو دول اربعه كده، لو ده واحد اثنين ثلاثه اربعه، لو دول اربع خطوط يبقى المفروض اضرب في كام اصلا؟ في اثنين، يبقوا ثمان كام؟ ثمان تسياخ. ما هماش ايه؟ ما هماش اربع تسياخ. ليه؟ لان كل واحد له فرعين، فرع قدامي وفرع الناحيه الثانيه، فدول يعتبروا ايه؟ يعتبروا ثمانيه. طيب مساحه الواحد كام؟ اقدر احسب مساحه السيخ الفرع الواحد، اضرب في ثمانيه. طيب ما انا عندي في الاخر في اي اس اللي هي طلعت من القانون، يبقى الاي اس دي احولها في الاخر اقسم على اثنين. اقسم على اثنين، يبقى على كل وجه ايه؟ على كل وجه فيه فرع، وبعد كده النص اللي يطلع اقسمه على كام؟ سي على اربعه، اقوم اطلع من هنا ايه؟ السيخ الواحد مساحته كام؟ طب افرض الحديد كتير وانا اخترت قطر صغير، هيطلع لي عدد الصفوف ايه؟ كتيره. طيب اعمل ايه؟ اكبر القطر شويه، او اصغر الايه؟ السبيسنج ما بين الايه؟ السيخ والسيخ، بحيث ان انا في النهايه يبقى القوه تي حديدها متركز مكان اللون الاحمر، وفوق وتحت يبقى ده الحديد المينيموم مثلا اللي هيتحط فين؟ في الحائط وكده يعني. ايه؟ طيب هنأجل المسافات دي لما بعد وكده، لكن نبقى حريص على ان انا ايه؟ ما افتحش الموضوع، هنتكلم بعد كده قد ايه العرض بتاع الطاي نفسه، ازاي هنحسب العرض بتاع الطاي وكده، او المسافه اللي فيها الطاي وكده. لكن في النهايه هنا انا اللي عاوز اوصل له ان انا دلوقتي خدت الدي واحد، حلتها، رسمت الموديل، عرفت مكان الحديد، حسبت الحديد، الحديد ده هيبقى على شكل ايه؟ كلوزد ستربس، واقدر في النهايه احوله لايه؟ لمجموعه من الاسياخ بينها ايه؟ بينها مسافات ايه؟ مسافات راسيه وكده يعني. ده كان الدي ريجون رقم واحد.
هنبتدي بقى نروح ل الدي ريجون رقم 2. الدي 2 الدي 2 هي نفسها للدي 1، بس كل اللي حصل ان اللوكال بريشر بدل ما كان في المساله اللي فاتت بدل ما كان سنتريك يعني كان في السنتر لاين، لا انا دلوقتي هخليه اكسنتريك، يعني هبقى عندي قوه مثلا اف، القوه اف ده هي هعمل لها اكسنتريستي اي. هنا طالما في اكسنتريستي اي يبقى على طول يبقى عندي في ايه، يبقى في مومنت، وبالتالي الاستريسز هنا مش هتطلع ايه، مش هتطلع يونيفورم، الاستريسز هتبقى ايه متغيره، والتغير بتاعها لو انا استخدمت العلاقه اللي هي اف بتساوي الان على الايه زائد الام على الاي في الواي، فده ده المعادله دي اصلا استخدامها مشروط بان العلاقه تبقى لينير الاستيك، فالتوزيع هيطلع لينير، لكن طبعا عشان القوه مش في السنتر وممكن كمان ابقى فارض ان القوه عدت التلت الاوسط يبقى عندي فيه تنشن وعندي فيه ايه عندي فيه كومبريشن وعندي فيه تنشن، فالستريس هيطلع تنشن وكومبريشن. فاحنا يمكن المساله دي برضو عدت علينا قبل كده وحليناها، بس المساله دي كانها بتتكرر فاعتبروها من الستاندرد او التيبيكال دي ريجونز وسميناها ايه دي 2. هي نفس البيم ممكن يبقى عندي فيه بيم وانا بعمل لها بريستريسنج، لكن بدل ما اثر بالقوه في السنتر لا انا هاثر بالقوه على ايه على اكسنتريستي، فطبعا عندي في منطقه هنا هيبقى فيها ديستربنس وكده، وفي منطقه برضو على اليمين فيها ديستربنس، لكن ان بتوين الستريسز هتبدا تاخد ايه هتبدا تاخد الشكل اللي هو اللينير، فانا هاخد الجزء دوت واسميه دي 2 والجزء ده برضو هسميه دي 2، وبعدين هاخد ده بره هعمل له ايسوليشن بره كده اعزله بره وابدا اتعامل معاه ويبقى عندي الحل بتاعه زي ما حليت المساله اللي فاتت. تعالى بسرعه بقى نرسم الستراب اند تاي موديل للمساله الجديده، يعني هنحاول نخلص المساله ديت وننهي المحاضره. احنا رسمناه فيما سبق لكن هنعيده بسرعه ونشوف ايه الفرق بين المساله دي والمساله اللي فاتت. انا طبعا عندي هنا تنشن وعندي كومبريشن وعندي هنا قوه اف، فطبعا احنا كنا قسمنا المثلث بتاع التنشن اخذنا اباله مثلث كومبريشن وقلنا ده المحصله بتاعته سميناها قوه بي، هيطلع هنا برضو محصله المثلث الثاني قوه بي، والبي هي البي هيلاشهم بعض هيتباع عندي شبه منحرف، هلاقي ان تركيز المحصله بتاعت شبه المنحرف هتطلع تساوي ايه تساوي اف عشان تتزن مع القوه ايه اف اللي فوق، يبقى كده انا المساله اتقسمت لجزئين، قوه اف هتدخل وتخرج وقوه بي برضو هتدخل وايه وتخرج. طبعا قوه اف مع قوه اف هتلاقيها ده معروف بالنسبه لنا والاثنين بيعملوا كومبريشن، فطبعا عندي قوه كده اف وقوه اف ثانيه، فطبعا ايه هيتقابلوا مع بعض بايه من خلال ايه من خلال قوه دياجونال كومبريشن وكده، فانا طبعا هنزل بالقوه وهطلع بالقوه الثانيه وبعدين اربط ما بينهم ب بسترات. الاسترات ده عباره عن قوه ايه قوه سي دياجونال وكده. انا كده خلصت من القوه اف، باقي القوه بي مع القوه بي، طبعا القوه بي هتدخل وتخرج، فانا برضو عندي زي ما قلت اكتر من احتمال ان القوه تي تمشي عدل وده المناسب للحديد، والقوه الكومبريشن تمشي شويه وبعدين ايه تعمل انحراف وتوصل ان انا اوصل بين الاثنين بايه بكومبريشن، ده كان اوبشن ان يبقى عندي قوتين اوصل بينهم بسترات، ده افضل من ان انا اوصل بينهم بالايه اوصل بينهم بطاي وكده، وبالتالي لو احنا سمينا النود ديت واحد سمينا النود ديت اثنين النود ديت ثلاثه النود دي اربعه. طبعا عند نود اربعه انا عندي فيه طاي عندي فيه طاي في قوه تي، فواضح عند نود اربعه مفيش اكوليبريم، فعشان يحصل اكوليبريم فانا محتاج اعمل طاي ايه طاي افقي هنسميه تي واحد مثلا، يبقى انا عندي فيه قوه راسيه تي وقوه افقيه تي واحد، وانا قلت قبل كده لو عندي سيخ والسيخ ده في اخذ زاويه يعني، فلو في قوه شد وقوه شد فلازم يحصل في المكان ده يكون في ايه
يكون في كومبريشن في المكان دوت، لازم يتولد هنا ايه كومبريشن. وانا قلت قبل كده ان مستحيل ان انا اقدر اعمل انحناء لسيخ على زاويه ايه، على زاويه قايمه، مش هيحصل، هتلاقي الاستريسز هنا بلا نهايه. فاحنا كنا قلنا ان السيخ بيمشي افقي والسيخ الثاني بيمشي راسي، ولازم يكون في ترانزيشن، والترانزيشن ده يكون كيرفد، لان مش حد يقدر يمشي في اتجاه وفي لحظه ياخد زاويه قايمه. فلازم السيخ ده لما تيجي تعمل له انحناء او انسناء لازم غصب عنك هياخد ايه كيرف، مستحيل ان هو ياخد زاويه قايمه. لو اخد زاويه قايمه هيتقسم نصين، هيتقطع نصين وكده. بالتالي هنا يبقى في ايه، يبقى في كومبريشن. ليه؟ لان القوه تي والقوه تي بيعملوا محصله عاوزه تضغط على الخرسانه، فالخرسانه بتصد بايه، بتصد بالاسترات اللي هو الايه، الاسترات اللي مايل دوت. فطبعا واضح ان النود رقم واحد هتقفل مع النود ايه رقم اربعة بقوة تي واحد، والنود رقم اتنين هتقفل مع النود رقم تلاتة بقوة عبارة عن ايه، عبارة عن كومبريشن، عبارة عن كومبريشن. يبقى انا عندي دلوقتي ده الموديل اللي يخص الدي ريجون رقم اتنين، هي نفسها المسألة اللي فاتت، بس كل اللي حصل ان الفورس اصبحت اكسنتريك. في المسألة الاولانية كانت الفورس في السنتر، لا الفورس مجرد انها اتحركت، الموديل اتغير ومكان الحديد ايه، مكان الحديد اتغير. يعني احنا لو عملنا مقارنه ما بين المسالتين، المساله اللي كان فيها اللوكال بريشر سنتريك والمساله اللي فيها اللوكال بريشر اكسنتريك في اكسنتريستي اي، فالمساله الاولانيه كان عندي 1 تاي، والتاي ده كان افقي وتقريبا موجود في نص الارتفاع. المساله الثانيه لا، اصبح عندي في تاي موجود عند الايدج العلوي، وفي تاي موجود عند الايدج اللي على اليمين، وبعدين في عندي مجموعه من الاستراتس، مجموعه من ايه الاستراتس. طيب انا في المساله اللي هي اللي على الشمال اللي هي كان الحمل فيها سنتريك، فانا انا انا محتاج الحديد تقريبا في نص الكاميرا، والحديد ده هيبقى ايه سنترد مع مين، مع الطاي. يعني ده الحديد متركز في المكان ده تقريبا في نص الارتفاع، لكن المساله اللي على اليمين الوضع اختلف. انا هنا محتاج حديد عند التوب، محتاج سي مثلا حديد عند التوب، وطبعا الطاي الافقي ده عشان يتربط محتاج مسافه، مفيش مسافه، فهضطر اعمل الكنات دي عباره عن ايه، نعملها عباره عن ايه كلوزد، ايه تبقى كلوزد كلوزد ستربس. ايضا الحديد الراسي اللي بيمثله الطاي الراسي برضو مفيش مسافه فوق يمتد فيها، ففي الحاله دي برضو مش هقدر امشي ستريت، فبضطر اعمل ايه، اعمل ايه يو بارز مثلا تمثل الايه الحديد الراسي. واضح هنا ان لما الحمل بقى اكسنتريك الحديد مكانه ايه اتغير، واصبح في حديد على الايدج اليمين وحديد فوق على الايدج اللي فوق، لكن لما كان الحمل في السنتر كان الحديد مكانه فين، مكانه ايه في السنتر. كده انا اخدت 2 دي ريجونز. هنكتفي بكده وبعدين نكمل في المحاضرة الثانية ان شاء الله.